بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الإخوة والأخوات متابعي شبكة الكفيف العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام تحدثت عن بطاقات الدفع الإلكتروني ماستر كارد، وعن استخداماتهن، وأغلبية هذه البطاقات لها طرق لمعرفة الرصيد، عمليات التحويل، أنه أنت تقدر تعرف، وكثير من الخدمات تقدمها يعني هذه البطاقات. هذه البطاقات شلون تقدم، تقدر أنت تستخدمها أو تقدر تديرها، معرفة التحويلات المالية، تحول مبالغ مالية من بطاقة لبطاقة، تعرف إيش قد مبلغ عندك باقي بالبطاقة من خلال تطبيقات أو بطاقات ثانية، ممكن تعرف من خلال يعطوك رابط تقدر تعرف من خلاله الرصيد مال البطاقة. فهذه اليوم اللي راح أتكلم عنه، احنا عندنا أكثر من مصرف، بس المشهورات عندنا يعني عدة مصارف، وشفت يعني عندهم تطبيقات، بس الأكثر شهرة عندنا بالعراق هن مصرفين، الرافدين والرشيد، وكل واحد من هذه أيضا عنده تطبيق على جوجل بلاي وأبل ستور. أنا حاليا ما عندي بطاقة مصرف الرافدين، اللي عندي بطاقة الرشيد اللي هي النخيل، العفو هي مو عندي طبعا الثاني مات النخيل، بس اللي عندي بطاقة بوابة العراق الإلكترونية، بطاقة سويتش اللي أيضا عليها اسم التطبيق، يعني اسم التطبيق على هذه اسم البطاقة. هذه أيضا نفس البطاقة. خلي نشوف التطبيق. تطبيق اسمه سويتش، تطبيق سويتش. طبعا انت اول ما لأول مرة لازم تسجل بالتطبيق، والتسجيل بالتطبيق مو مثل ما أنا راح أسجل حاليا، تكتب رقمك وأنا تكتب رقمك يعني بدون، بصراحة أنا اللي أنصح بي أنه تكتبها بالملاحظات ويا الزائد 964، حتى الزائد تكتبها وتبدي ما تشيل الصفر، وتكتب 77 مثلا صفر أو 780، يعني حسب رقمك. بعد الاسم الموجود على البطاقة، أو أكو بيهن ما يعني يقولوا لك أنت تريد عليها اسم أو ما تريد، هاي بعدين أنت تتفاهم ويا أبو البطاقة شون اسم بالنسبة للتسجيل بالتطبيق. يعني كثير من الأمور راح يحتاج من عندك في وقت، أنه أنت تقدر تستعين بالمصدر للبطاقة، اسم المستخدم، حق المصير. المهم بعد ما تسجل تطبيق تقريبا كل 15 دقيقة أعتقد أو هيك شيء يسوي تسجيل الخروج، حتى شني ما ممكن أي واحد يقدر يجي يتلاعب بالبطاقة إذا لا سمح الله ضاع التليفون أو غيرها. فكل ربع ساعة أو 10 دقائق ما أعرف الوقت يسوي تسجيل الخروج، وهذا كثير من التطبيقات مسوي هاي الميزة. هسه راح اكتب اسم المستخدم. الاسم لازم ينكتب باللغه الانجليزيه. الاسم اسم المستخدم وشرطه بي، تسجيل الحساب، تسجيل الدخول، زر احذف اسم المستخدم، كلمه المرور، كلمه المرور حقل نصي مؤمنا، كلمه المرور تحرير انسق اي، كلمه المرور احذف اسم المستخدم، احذف اسم المستخدم، تضغط على هاي تسجيل الدخول، وتسوي تسجيل الدخول. ننتظر دخول لك 28 شرطة مائلة 03 شرطة مائلة 2020 الحادية عشر وثلاثين دقيقة و59 ثانية بعد ظهر. هاي أول شغلة راح تطلع لك إياها، أنا ما سويت أي شيء، مجرد ما فتحت طلعت لي هاي الفقرة آخر تسجيل دخول إلك. يقول لك خاف أنت كشخص إجا شخص تلاعب بي، ممكن فتحه بدون علمك، فأنت بهالطريقة راح تقدر تعرف شو وقت دخلت. هذه كلها أزرار بس أنا ما أشوف بيها شيء، كلها شعارات. اتصل بنا، اشعارات، الاخبار، كلها نفس الشيء يعني ما بيهن اي شيء. اشعارات، 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 عنوان،
باك احتمال باك اخر تسجيل زر. زر. وهذه الازرار نفس الشيء زر. 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 قائد زر. باك. اشعارات عنوان باك. نفس الشيء باك. انت سواء والاخبار نفسهن زر. 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 اتصل بنا اشعارات الاخبار الرئيسيه الرئيسيه عندك الاخبار اشعارات اتصل بنا واتصل بنا هذه الازرار نفسها هسه ما اعرف الغايه من هذا كله ليش ما اعرف المهم وحس احنا حاليا الرئيسيه يقول لك الرئيسيه احنا حاليا بالرئيسيه احنا لمن نرجع نرجع على اخر تسجيل دخول لك اهلا وسهلا نيل كاسم منيو هذا اللي فيه طبعا منو ارجع وانا اقول انه اللي يقدرون يستخدمون هذا التطبيق هم مستخدمي العفو بطاقة النخيل ومستخدمي بطاقة بوابة العراق الإلكترونية سويتش ماستر احنا كل اللي يهمنا واللي راح ندخل به اللي هو الرئيسية عنوان العفو منيو هاي المانيو ندخل به اهلا وسهلا اخر تسجيل دخول لك نمشي بعد الرئيسية نيل كاسم عليك الرئيسية زر حسابي عندك حسابي زر دفع الفواتير وهذا الزر نفس الشيء يعني انت سواء ضغطت على هاي او هسه لربما هم كمبصرين يشوفون يعني علامه او هيك شيء بس هي نفس الشيء سواء انت ضغطت على هاي او ضغطت على هاي نفس الشيء حسابي يعني انت شوف حسابي لحظه زر الرئيسيه زر حسابي زر الرئيسيه نرجع زر. وزر نضغط على الزر نيل كاسم عليك 000 رقم التعريف زائد رقم الهاتف نيو البريد الالكتروني نفس الحساب يعني يكون رقم التعريف 00000100001 دي 00507731 نيل كاسم ال هيلفي هذا الاسم 000 رقم التعريف وهذه كلها ارقام 96 رقم الهاتف هذا رقم الهاتف يعني الرقم المطلوب يكون قبل الاسم يعني رقم الهاتف رقم الهاتف يعني 96478 هسه انا جاي امشي من اليمين لليسار رقم الهاتف امشي على اليسار رقم الهاتف رقم الهاتف 92 جيميل هذا الايميل جاي امشي على اليسار يقول لك البريد الالكتروني بصرة المكان بصرة المدينة هاي المدينة العنوان واحد بصراحة انا اشوف ما اشوف الها داعي بالوقت الحاضر انه ممكن واحد يغيرها اما مخلينها تلقائيا مكاني مو صحيح نرجع بس انت كشخص تقدر تغير بيها نيل منيو حسب حسبي عنوان منيو واحد نيل كاسم ال هيلث منيو حسبي منيو واحد نضغط على مانيو خلينا نرجع للمانيو المواقع زر تعبي زر تحت زر دفت زر بطاق زر حسابي زر حسابي هسه احنا ضغطنا على الزر هذا وبصفه شني حسابي بالمانيو اذا ضغطنا عليه نفس المعنى ما بي اي شيء جديد نفس المعنى نيل كاسم اب منيو واحد نضغط على مانيو خلينا نرجع حتى تصير عندكم واضحه الزر اللي هو قبل المعنى يعني المواقع زر اللغه سواء انا ضغطت على اللغه او ضغطت على الزر القبلي هو نفس الشيء راح يؤدي بيه هسه ما اعرف الغايه من هذا كله ليش ما ادري انا هم مخلينه شيء ما يخصني انا يعني. حسابي بطاقاتي عندنا بطاقاتي هاي البطاقات مالاتي ممكن انت عندك اكثر من بطاقه بطاقاتي 0.7 USD 5185 هاي يقول لك اول ما هاي راح تطلع لك ايش قد عندك بالبطاقه انا عندي 7 سنتات زر 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 اتصل اشعارات ما بها اي شيء يعني اصدار بطاقه الكترونيه اصدار بطاقه الكترونيه 0.7 USD 5000 اصدار بطاقه الكترونيه وقبلها اصدار بطاقه الكترونيه 4 اسم العائله ادخل الاسم ادخل الاسم حقل فئات من 2 3 4 من فئات ادخل اسم ادخل رقم زائد اكد زائد الاستمرار زر زائد اتاكد رقم الهاتف زائد الاستمرار تطلع من عندها هاي الاسم ادخل الحق حقل فئات الحق من 3 4 منيو بطاقه الكترونيه واحد هاي اذا تريد تصدر بطاقه الكترونيه هنا بس هواي اشياء 4 3 يعني اسم الحق المطلوب ادخل اسمك الثاني بلغه الانجليزيه فقط الاسم الثاني الحق المطلوب ادخل اسمك الاول بلغه الاسم الاول الحق المطلوب حقل النصي فئات البطاقه الحق المطلوب هاي ما اعرف لها انا بصراحه انه شلون تقدر يعني تشتري او تاخذ بطاقه بس هم بصوره عامه ممكن انت يعني اذا انت كنت على مصرف الرشيد ممكن يعني تسحب وحده من المصرف ويعني الاغلبيه جاي تستخدم
بطاقات مصرف الرشيد بالنسبة اللي يستخدمون هذا التطبيق. فأما هذا التطبيق سويتش أو بوابة العراق الإلكترونية، ممكن تقدر أنت تستخدم تشتري من عندهم بطاقة، بس ما أعرف أنا كيفية توصيلها، شو راح توصل ما أعرف، ما عندي هالمعلومة. بس ممكن أنت من خلال يعني هسه مثل ما ذكرت تكتب نفس اسم التطبيق، تكتبه وراح يطلعوا لك، هم موجودين عندهم صفحة على الفيسبوك، تتواصل وياهم أو ويا أقرب وكيل ممكن تبحث عنه. منيو واحد زر احتمال قط منيو واحد. نرجع زر زر المواقع زر تعبئة الرصيد زر تحويل الأموال زر دفع الفواتير زر بطاقاتي هاي بطاقاتي دفع الفواتير دفع الفواتير تشغيل السيارة الشاشة. دفع الفواتير ما راح أدخل بيها هواي، يعني راح أتكلم عنها بالخارج. ليش زر دفع الفواتير؟ لأنه ما عندي شيء أقدر أمثل لكم عليه، احنا ما عندنا كثير هذه الاشياء انه تدفع فاتورة. دفع الفواتير يقصد بيها تدفع فاتورة الماي، فاتورة الكهرباء، الانترنت، غيرها. كل فاتورة ما تروح تدفعها، وانما تدفعها عن طريق البطاقة، وهذه ما متوفرة عندنا. وان كانت موجودة هم يقولون الكهرباء وغيرها، بس احنا ماكو واحد الا ما ندر يمكن يدفع بالبطاقة. فهذا المقصود بالبطاقة دفع الفواتير، وبها كثير من الحقول، وما عندي شيء او ما عندي فاتورة حتى امديها، فما راح اقدر ادخل بيها. تحويل الاموال تحويل الاموال تحويل لا بطاقات اخرى، تحويل الاموال لين بطاقات سويج اخرى. طبعا هذه البطاقات اللي عندنا من المفروض انه تحول الى المصارف البقية غيرها، بس للأسف ما تحول، بس داخل يعني بالنسبة لهذه البطاقة اللي جاي الاحظها ما تحول بس للبطاقات اللي نفس فئة بطاقتك، يعني مثل الشرائح البقية، يعني مثل شلون نقول احنا الشرائح مثلا موجودة خط الفلاني فيقصد بها لخط ثاني، شلون نقول خط ثاني، هاي بطاقات أخرى، بطاقات سويتش أخرى، يعني عندهم فئات ثانية أو لهم فد نظام ثاني. بطاقات سويتش، يعني إذا عندك أكثر من بطاقة ورابطهم من خلال هذا التطبيق تقدر تحولها. نرجع المانيو نضغط عليها. منيو واحد زر اللغة زر المواقع زر تعبئة الرصيد. هذه قلنا زر تحويل الأموال. هذه تحويل الأموال وتعبئة الرصيد. ممكن تقدر تعبي لبطاقتك من خلال هذا. أنا بصراحة ما أفضل هاي الفقرة جدا جدا جدا. ليش؟ إلا أنت يعني بالمرور الأيام ممكن من تتوفر هذه الشغلة تختلف، لأنه هو جاي يأخذ منك حتى تكون واضحة. تعبئة الرصيد زائد الاستمرار زائد 964 رقم الهاتف زائد 964 هذا رقمك، هو مخليه هيك تلقائي يعني. حقل النصب المنتجات حقل النصب، انا هاي ما اعرف لها يعني بصراحه. حقل المشغل المشغل، لربما هذه ارقام تكون بالبطاقه وغيرها. من 2 من 2 3 من تابع الرصيد انا اريد من حقل توضح شغله يعني. تمثل ضريبة المبيعات 20 علامة بالمئة على المبلغ الرسومي على عملية الشحن، يعني 20% على علامة الشحن أعتقد يأخذوها من عندك، يعني إذا حولت تمثل ضريبة المبيعات 20 علامة بالمئة على المبلغ الرسومي على عملية الشحن يأخذون منك، أعتقد تحول 10 يأخذون منك 2000 دينار أو دولارين إذا أنت كنت بطاقة الرشيد تتعامل بالدينار، يعني إذا بطاقة الرشيد ودخلتها بالتطبيق هنا راح يتعامل لك بالدينار وليس بالدولار، بس هذه البطاقة تتعامل لك بالدولار، بطاقة بوابة العراق الإلكترونية. فياخذ من عندك 2000 على عملية التحويل، فأنه أنت تحول من شخص يحول لك أفضل من ما يحول لك شخص أو تحول من البطاقة إلا أنت كنت مجبور على هذا الشيء. منيو خلينا نرجع المنيو واحد زر اللغة
زر المواقع زر تعبئة الرصيد زر المواقع وعدة كل مواقع قائمة فارغة زر 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 لا. الأقرب منيو واحد الأقرب زر إيقاف ستات الأقرب الأقرب زر زر ماكو شيء قريب علي المواقع. يعني pin default زر احتمال pin default زر احتمال الموقع المواقع عنوان pin default pin default المنيو الأقرب 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 من pin default pin default المواقع منيو الأقرب زر 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 الأقرب يعني هذا من جاي يضغط عليه هن زر الأقرب زر الزر اللي يجي الأقرب. ورا الأقرب خلنا نضغط عليه ونرجع على اليمين المواقع منيو الأقرب شوف منيو المواقع pin default منيو الأقرب 2049 ذكاكة سبحة في كيتم أوسري البصري العشار هاي جاي قرين الطيني الأقرب واحد علي أقرب مكتب لدفع البطاقة طبعا ما تضغط علي عليه جاي يمشي من اليمين لليسار أنا 2054 ذكاكة سبحة في كيتم مليقة لعليب العشار هذول كلهم مواقع 2046 ذكاكة سبحة في كيتم ألي ماوتين البصرة العشار المهم أنت هذا كان الأسماء مالت ما تضغط عليها هذا الأقرب خلينا نشوف الثاني الزر ايش راح يطلع لي نضغط عليه الأقرب منيو ماكو شيء الأقرب زر 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 وهذا زر زر منيو المواقع pin default pin default منيو زر 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 الأسراف اللالي زر 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 الأقرب زر 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 العملاء العملاء زر 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 المواقع منيو هسه أنا ما جاي يطلع لي شيء وما أعرف ليش العملاء أصراف اللالي أصراف اللالي زر 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 المواقع ما جاء يطلع لا صراف آلي العملاء أصراف الفروع الفروع وهذه الفروع الفروع من المواقع pin default pin default من الأقرب زر 2049 ذكاكة سبحة في كيتم أوسري البصري العشار هاي بس هذا الزر اللي هو منيو الأول واحد هذا يشتغل والباقي حاليا كلها ما جاي تشتغل يمي حتى أعرفها شنو هي هاي الأقرب يعني انت من تضغط على سواء ضغطت على الصراف الالي او العملاء او الفروع كلها ما راح تشتغل عندك لازم عليه من تضغط تضغط على الزر هذا هذه الازرار وهي اللي راح تبين لك هذيك اذا ضغطت عليك شيء ما راح يصير لك نرجع هذا اقرب واحد عليك ممكن تروح تعبي ممكن تروح تسوي تسحب من البطاقة أيضا من خلال هذه الفروع مالتهم المواقع الخروج الرئيسية وعدنا واللغة وتسجيل الخروج هنا ذني أخير شيء طبعا اللغة تقدر تحول إلى اللغة الإنجليزية وتقدر تسوي تسجيل خروج إذا أنه أنت ما تريده حفاظا على بطاقتك هو أول وتالي راح يسوي تسجيل الخروج رابط التطبيق راح تلقوه وصف الفيديو طبعا اكو هم عندهم لحد الان انا ما لقيتها بصراحة ممكن يسمونها عمليات الدفع هو ابو البطاقة يعني قبل فترة احتاجيتها ما لقيتها انه تقدر تعرف من خلالها انت لمن دفعت بس هذا مو مهم تقدر تتابع رسائل طبعا الحلو بها هذه البطاقة تقدر تعرف تجيك رسالة اثناء سحب اي يعني رصيد بس ما تعرف لمن هاي المشكلة يعني المهم أتمنى يكون الشرح واضح وإن شاء الله قريبا أشرح لكم أو عندما تجيني البطاقة أشرح لكم بطاقة أو تطبيق مصرف الرافدين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.